السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفاء شاكر، مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة سوس مسا. إذا في هذه المستجدات اللي كتعرفها المنظومة التربوية واللي هي مكتسبات يمكننا نعتبرها أكبر مكتسب اللي عرفته المنظومة التربوية منذ 20 سنة، وهو الخروج ديال النظام الأساسي الخاص بالمنظومة التربوية والخاص بأطر المنظومة التربوية من إدارة تربوية، من هيئة تفتيش توجيه والأساتذة العاملين بالمؤسسات التعليمية. بغيت نذكر أيضا أن يعني الحالات العديد من الملفات تمت عبر يعني واحد المشاورات، عبر واحد النقاش اللي هو موضوعي وبناء، اللي كان ما بين الوزارة ما بين النقابات الأكثر تمثيلية، واللي أفدى إلى الوصول إلى بعض الخلاصات لصالح المنظومة التربوية. من طبيعة الحال الاشتغال يكون على تجويد وتحسين ظروف الاشتغال عند الأطر التربوية. بغيت غير نذكر أن النظام الأساسي كيجي في واحد السياق عام، هذا السياق الذي يستجيب للمنظور الخاص بتنزيل خريطة الطريق. هذه خريطة الطريق اللي تبنات على 3 ديال الأسس مهمة. الأساس الأول هو التلميذ وكل ما يتعلق بمصلحة التلميذ، من تعلمات أساس، من يعني الحد من الهدر المدرسي، من تخليق الحياة المدرسية، ولكن أيضا هذا الأساس كان كيتبنى على المدرسة وتجويد المدرسة العمومية عبر الانفتاح، عبر يعني الاشتغال على مشاريع مؤسسة مندمجة، عبر توفير الظروف ديال الاشتغال للطاقمين الإداري والتربوي، باش كنوصلوا للطاقم التربوي والأساتذة اللي هاد الأساتذة حظوا بالاهتمام الكبير داخل المنظومة التربوية عبر عدة مشاريع. نذكر منها على سبيل المثال للحصر أن الأساتذة الآن كيتوفروا على الإمكانية ديال التكوين المستمر في جميع المكونات اللي عندهم فيها خصائص. ايضا هاد الاساتذه المنخرطين في مؤسسات رياده عندهم واحد المنحه كتحفيز اللي تصل الى 10,000 درهم سنويا لجميع الاساتذه المنخرطين في مؤسسات رياده، وهاد مؤسسات رياده في غضون 3 سنوات ستشمل جميع الاطر التربويه من طبيعه الحال بشكل تطوعي لما فيش الالزاميه، ولكن فيه تطوع ديال الطاقمين الاداري والتربوي للانخراط في هذه المشاريع. ايضا الطاقم التربوي لأول مرة في تاريخ المنظومة، أيضا الأساتذة الحاصلين على شواهد عليا أو شهادة الدكتوراه غيصبحوا كيتمتعوا بالحق في أساتذة باحثين تربويين. هذا الإطار هذا المحدث جديدا واللي كيعطي واحد يعني واحد تحفيز معنوي، واحد القيمة اعتبارية أخرى للأطر التربوية. بغيت نذكر ايضا ان العديد من هذه الاطر التربويه عندهم الحق في ولوج التفتيش، في ولوج التخطيط، يعني في ولوج جميع المراكز ديال التكوين باش يمكن لهم يغيروا الاطار ديالهم، وهذه فسحه. وكنظن ان هذا مكسب اللي يفوق بكثير اي مكسب اخر، هو انه يكون عندي افاق في يعني في المهنه ديالي، ولا يعني في المستقبل المهني ديالي. ايضا كاين الاطر ديال التفتيش وديال التوجيه اللي كانت اضافه على يعني تعويضات على المهام اللي كانت جد مهمه، واللي مشات من 80% الى تقريبا حتى 300% ديال الزيادات لبعض الاطر. ايضا الطاقم الاداري حتى هو كانت واحد زياده فيما يخص يعني هاد المهام الاضافيه الى اخره. بغيت غير نوضح أن المنظومة التربوية من اشتغلت على النظام الأساسي كان الهدف هو تحفيز وتثمين العمل اللي كيقوم به الإطار التربوي والإطار الإداري والأطر الأخرى من هيئتي التوجيه والتفتيش وجميع العاملين، ملي كنقول الأطر التربوية والتقنية وإلى آخره، يعني جميع الأطر. يعني الهدف الأساسي هو تثمين المجهود وتحفيز هاد الأطر هذه. ما ننساوش ايضا ان الوزاره راهي الحاضن لجميع هاد الاطر، وحنا كنقولوا الان الوزاره ما سدتش الابواب، كانت الاستجابه لاكبر عدد من يعني الانتظارات ديال الاطر التربويه والاداريه. ربما الا كانت مازال شي نقطه اللي مازال يعني لم يتم ربما التطرق اليها، ولا راها قابطه الطريق ديالها، راه الوزاره لم تقف
مقفل الابواب. يعني احنا دائما رحنا كنسعاو لتجويد يعني العمل ديال الاطر التربويه. وحنا راه وزاره راه هذوك كنقولوها دائما اطر التربويه ولا الاداريه ولا جميع الهيئات، حنا كنعتبروهم راهم الابناء ديال هذه المنظومه التربويه والحاضن الاساسي، واللي غادي يكون كيحملوا هم هذه الاطر هذه هي الوزاره. وما ننساوش ايضا اننا في هذا الوقت اللي كنهضروا على النظام الاساسي وفي هذه الظروف اللي كتعرفها بلادنا وهذا يعني المستجدات اللي كتعرفها يعني اخرها زلزال الحوز، وبالرغم من ذلك كاين واحد تقريبا 9 مليار اللي تضافت للميزانيه ديال الوزاره التربيه الوطنيه، وهذا مجهود اللي مشكوره عليه الحكومه من طبيعه الحال، لان كاين وعي بان المنظومه التربويه هي الممر الاساسي لاي يعني لاي تطور ديال 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 الدوله المغربيه. ايضا الاستماته ديال الدفاع عن الحقوق ديال الموظفين من طرف الوزاره الوصيه، واللي كتعرف يعني الحجم ديال المسؤوليات ديال هاد الاطر، وانهم طبيعه الحال لا تنميه بدون المرور عبر المؤسسات التعليميه وعبر المدرسه المغربيه. وهذه فرصه باش ننوه بالاطر التربويه اللي كيشتغلوا في الميدان، ولكن خصوصا أطر التربوية اللي مر عليهم الزلزال بتارودانت في الجهة التي أمثلها، واللي لي الشرف أنني أمثل الأطر ديالها. يعني تكبدوا العناء ديال تدبير الأزمة النفسية عند التلاميذ ولا الأزمة النفسية عندهم هما، وهما كيشوفوا بعض التلاميذ فرقوا الحياة ولا الزملاء ديالهم وكيشتغلوا في ظروف يعني صعبة الآن، يمكن نقول صعبة. نعملوا جميعا على يعني توفير ظروف ملائمة للاشتغال، وايضا فرصه باش نوه بالشركاء ديال المنظومه، يعني مؤسسات والمنظمات الوطنيه، مؤسسه محمد السادس، مؤسسه محمد الخامس، وايضا بطبيعه الحال السلطات الجهويه وعلى راسها السيد الوالي. وكنذكر ان جميع الفاعلين وجميع المسؤولين الكل يعني كانت زيارة ميدانية للسيد الوزير، السيد الوالي والعمال، يعني شكر للجيش، الدرك الملكي، الأمن الوطني، القوات المساعدة، الوقاية المدنية، اللي في الصراحة الله كانوا يدا واحدة مع المنظومة التربوية للوقوف على الظروف ديال الاشتغال ديال هاد الأساتذة. وكانت مساعدات حقيقية يعني مادية ومعنوية ولوجستيكية، وهذه فرصه باش ننوه بالعمل للجميع. وكنقول الاساتذه نحن نعول عليكم، اساتذه انتم ابناء هذه المنظومه، وهذه المنظومه انتم السواعد ديالها. انا كنظن انه الان ربما كاين بعض يعني ما غنقول الفهم ديال بعض النقط اللي جاوا في النظام الاساسي كيستوجبوا واحد الحوار، واحد الجلوس مع المسؤولين، مدير المؤسسات، مع المديرين الاقليميين، مع مديرات الاكاديميه، يعني اللي فتح واحد النقاش مسؤول وهادف، ولا غادي يشرح البنود ديال النظام الاساسي. والحمد لله حنا كيف ما كان الحال هادو الاطر ديالنا نعتز بهم ونفتخر بهم. وشكرا لكم لتغطيه هاد المحطات كامله مع المنظومه التربويه.